ان شاء الله الامن الاستقرار بالموصل واعمار الايمن، هذا كل شيء نتمناه. الشيء اللي بذهنك يا اريد، الشيء اللي بذهنك والله هذا بذهني. هذا اللي بذهني ان شاء الله. اي والله، لانك تفتر تشوف المنطقه القديمه مهدمه. اي والله حيل انقهر. ليش تنقهر؟ انت تنقهر وانا انقهر. ليش؟ لانه تاريخنا، تاريخ والحضاره يعني من الموصل عريقه يعني، وواحد ينقهر يشوف الشيء. يمكن هاي امنيه اهلك من كلهم. طبعا شيء اكيد. شو يقولون؟ يقولون والله يعني اكيد يعني يقولون الموصل مهدمه، لازم نقدم شيء للمدينه. يعني امنيتنا انه نشوف الموصل تزهو بالبناء. بالبناء ان شاء الله. زين، وانت امنيتك الشخصيه؟ والله عندي امنيه بس ما اقدر اقولها يعني. اي والله. تتزوج ان شاء الله؟ لا والله. زحمه حيل. تطلع الخارج ان شاء الله. امنيتك تطلع تهاجر؟ اي والله. وين تهاجر؟ والله شوف على المكان. مقدم يعني اوراقك مكان معين؟ لا. اي والله، يعني الفكره براسك السيد ان شاء الله. ليش تريد تطلع؟ والله هنا ماكو شغل صراحه، هي ام الشغل. ايه، والمدينه زحمه ترجع. زحمه صارت امنيه. امنيه بحياتي واحد يشوف مدينته ترجع. بس ما اشوف شيء ونخشع شيء، واتمنى شيء واشوف شيء. هي هو مقصد كلامي. العام الجديد اتمنى. شنو اللي بذهنك؟ بذهني يعني؟ ايه، اتمنى الزواج مثلا. صراحة شنو تقرا عيوني انت؟ تقرا عيونك هذه؟ تتزوج؟ والله يس طبعا يريد الزواج، واحد يفكر بالاستقرار. واتمنى السعادة للكل ان شاء الله، عام جديد حلو للكل. والله لا ما هيك، شوي شوي واحدة واحدة. أول شيء أريد أكمل الجانب الأيمن شوي شوي واحدة واحدة، كل يرجع على شغله، الكل يرجع على بيته، لأن هذا الجانب كلش تعبان والمنظمات قاعدة تشتغل، وأنا جزء من هذا، عاد أساهم بجزء بسيط. أنا مراقب عمل أشتغل بالقطاع الغزلاني، ويصير خير الله كريم. طبعا هذا احد يعني الناس الزائرين لنينوى من الشعب التركي. شلون تركيا؟ والله زين الحمد لله. زين، منين تركيا؟ بالأنقرة. زين، بالأنقرة بقد الموصل اصغر؟ شلون يعني؟ يعني اكبر من الموصل. وين أنقرة؟ أنقرة 7 ملايين 8 ملايين، شلون يصير؟ زين، انت شلون شفت الموصل؟ انا اسويه هنا بالفندق، فندق مالي. فندق مالك؟ ايه. يا مكان هنا. شنو امنيتك بالعام الجديد؟ والله ندور الامن والاستقرار وترجع الحياه كما كانت. هاي امنيتنا، وترجع الاعمار والمواصل ترجع مثل ما كانت. شنو امنيتك الشخصيه انت؟ والله انا امنيتي الشخصيه يعني بالنسبه لي اريد المواصل ترجع مثل القدر. هاي امنيتي يعني لكل اهل المواصل، ترجع المواصل كما كانت. ويعني شلون الأعمار والمباني وترجع حلوة، الموصل حلوة بس داعش دمرها. أمنيتك ثانية، أمنيتي الشخصية أريد أشتري طيارة مثلاً. أنت شنو أمنيتك الشخصية؟ أمنيتي الشخصية والله سافر. وين سافر؟ سافر على الخارج. أي والله. ليش؟ والله ما ظلنا خلق بهاي الحياة، ما ظلنا. يعني بلد تعب، بلد تعب. وما ظل خلق بهاي الحياة. لو هسه سهلنا لك الخروج، طلعنا لك الفرنسا، تطلع؟ أطلع الفرنسا. ليش تطلع؟ ما ظلنا خلق بهاي الحياة. يعني إحنا فات علينا داعش. أمل؟ لا موجود الأمل، بس خلق ما ظلنا بهاي الحياة. يعني أنا كنت طالب سادس. خلينا نتناقشك. أوكي، هسا مثلا أنا الصحفي، إحنا من التحرير بدينا من الجيش الباسل، وعندنا مصورين انصابوا، إحنا انصابينا، وقعنا بالقعشة مرة ومي ماكو. بس أنا ما عفت الوطن. إحنا عدنا علم، إحنا عدنا خارطة العراق، الوطن زاخول الفو، هاي خارطتي أنا أحبها، أحب شعبي الكردي والعربي المسيحي، أحبها أنا. فهذه لأجل هذولا قررت أن أبقى. كان هسه أقدر أطلع أنا، ممكن أطلع. بس أنت ليش ما تخلي عندك أمل إنه تحب وطنك وتبقى به؟ أنا أحب وطني، ما أقول لك زحمة يعني لعوف الوطن، بس ما ظلنا خلق بهاي الحياة. يعني هسه تفوت جوا على القديمة، تفوت على المباني تشبع قهر.